هذه التقارير الجميلة؟ يعني للأمانة تقرير رائع، والشكر الجزيل للزملاء أكيد على إعداد هذا التقرير. شاهين مطيري شكرا جزيلا، التقرير الجميل، ومحمد العرجاني على هذا التقديم الأكثر من رائع، شكرا جزيلا. طبعا مشاهدينا، بعد ما شفنا هذا التقرير الجميل واللي يتكلم عن فترة مهمة وأساسية في مراحل التأسيس، لكن الآن خلونا نرحب بضيفنا عبر سكايب، أستاذ التاريخ السعودي الدكتور محمد السلامة. يا هلا وسهلا فيك ومساك الله بالخير دكتور. أهلا وسهلا، يا مرحبا على أخت مها وأخت رها، حياك في هذا اليوم المجيد، وأسأل الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة. آمين آمين. دكتور، أيضا يهمنا أنه إحنا قبل ما نبدأ الحديث معك أنه نسمع منك الكلمة اللي حاب توجهها بهذه المناسبة. أولا خلوني أنتهز هذه الفرصة وأرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثانية لهذا اليوم المجيد اللي هو ذكرى يوم التأسيس. الحقيقة استعادة ذكريات الأحداث السعيدة والمفصلية في حياة الإنسان وسيلة مهمة لترسيخ المشاعر الإيجابية المرتبطة بهذا الحدث، وتتزايد الحقيقة أهمية ذلك عندما يكون الحديث متعلق بالوطن. هذه الأيام وهذا اليوم تحديدا لا شك أن هذه المناسبة عظيمة، وهذه المناسبة هي مناسبة تدعو للفخر والاعتزاز لكل مواطن سعودي، لأنه احتفاء بتاريخ دولة وتلاحم شعب وصمود أمام التحديات والتطلع للمستقبل. ونحمد الله جل وعلا أن يختار لهذه الدولة قيادة أحبت شعبها فأحبتها وسعت بكل ما أوتيت في العمل على ازدهار الوطن ورفاهية المواطن. دكتور محمد، يعني لما نتكلم عن تلك الفترة، عن التجارب، عن التحديات، عن الكثير من الأمور، عن نشأة الإمام محمد بن سعود في الدرعية، التفاصيل هذه كلها إلا ما تكون أثرت على شخصيته، لو تكلمنا إيش هي أبرز التحديات اللي مر فيه وإيش الظروف اللي مر فيها الإمام حتى تشكلت شخصيته؟ الإمام محمد بن سعود الحقيقة هو شخصية عبقرية، شخصية استثنائية، له من التجارب شيء الكثير. ولد هو مؤسس الدولة السعودية الأولى، ولد في عام 1090 للهجرة، 1679 نشأ وترعرع في الدرعية. استفاد الحقيقة الإمام محمد بن سعود من التجربة التي خاضها في شبابه حينما عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الإمارة. وهو طبعا هذا الأمر أعطاه معرفة تامة بكافة التفاصيل وبكافة أوضاع الإمارة بل والإمارات المحيطة. أيضا شارك بالعديد من الأعمال العسكرية والأعمال السياسية أيضا في عهد والده قبل أن يتولى الحكم، إذ شارك في الدفاع عن الدرعية عندما هاجم سعدون بن محمد زعيم بني خالد الدرعية، واستطاعت الدرعية الصمود ودحر الجيش المعتدي. الإمام محمد بن سعود عرف عنه صفات متعددة كالتدين وحب الخير والشجاعة وقوة التأثير أو القدرة على التأثير، وهو طبعا امتداد لتاريخ أسلافه الذين بنوا الدرعية وحكموها. تولى الإمام محمد بن سعود، وهذا الحقيقة هو ما أعطاه يعني خبرة وحنكة ورؤية ثاقبة في التعامل مع الأمور بعدما أسس الدولة. فهو تولى في ظل أوضاع استثنائية في منتصف عام 1139-1727، فعانت الدرعية في ذلك الوقت وقبل توليها الحكم تحديدا من ضعف وانقسام لأسباب متعددة، منها النزاعات، يعني نزاع داخلي بين عمه الأمير مقرن بن محمد والأمير زيد بن مرخان، ومحاولة الإمام مقرن الوصول للحكم وفشله، أيضا الحملة على العيينة في ذلك الوقت ومسيرها إلى العيينة وما صاحبها من أحداث،
ومقتل أيضا الأمير زيد بن مرخان، إضافة إلى انتشار يعني مرض الطاعون في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، مما أودى بحياة الكثير من سكان الجزيرة العربية. رغم كل هذه التحديات وهذه المصائب، إلا أن الإمام محمد بن سعود تمكن الحقيقة من أن يتخطى هذه العقبات ويتجاوز هذه التحديات ويوحد الدرعية، وأن يسهم في نشر الأمن والاستقرار. الإمام محمد بن سعود كان حاكم تربى في بيت عز وإمارة، حاكم حكيما وفيا، تحلى برؤية ثاقبة، درس الأوضاع التي كانت تعيشها إمارته والإمارات المجاورة في نجد أو في الجزيرة العربية بشكل عام. ومنذ أن تولى الحكم الحقيقة بدأ التخطيط لتغيير النمط السائد في تلك الأيام، فأسس لمسار جديد في تاريخ المنطقة تمثل في الوحدة والتعلم ونشر الثقافة وتعزيز التواصل بين أفراد المجتمع والحفاظ على الأمن. نعم. أيضا مما تؤكد الحقيقة رؤيته المستقبلية وشخصيته أنه كان محبا للخلوة والتأمل والتفكر، ولذلك كان له جهود كبيرة وكان له قدرة الحقيقة على رسم مسار سياسي استطاع من خلاله أن يؤسس الدولة وأن يوحد أو أن يضفي الأمن والاستقرار على المنطقة. نعم. أيضا دكتور، بما أنك ذكرت يعني الوضع الصحي يمكن أو الطاعون اللي ذكرته واللي كان فعلا سبب في موت كثير من الناس، الناحية الصحية، الناحية العلمية الثقافية، واللي كانت في عهد الإمام محمد بن سعود، كلمنا عنها أكثر. فيما يتعلق يعني منذ أن بدأ الإمام محمد بن سعود تأسيس الدولة، أولى الحقيقة جميع المجالات عناية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق في الجانب العلمي. فالناحية العلمية في الدرعية ازدهرت ونمت، ووجدت العديد الحقيقة من وجدت العديد من مجالس العلم، بل أن حتى قصر الإمام كان مكانا لتلقي العلوم، وكان الناس يحضرون إلى مجلس الإمام، والقصر كان يتكون من 3 طوابق، وهذه الطوابق يأمها الكثير من الناس الذين يأتون لتلقي العلم، كانت تلقى فيها الدروس في مختلف العلوم سواء العلوم الشرعية أو العربية. أيضا كان للنساء أيضا نصيب وافر من التعليم، إذ حرص أئمة الدولة السعودية سواء في عهد الإمام المؤسس محمد بن سعود أو أبنائه وأحفاده من بعده على تعليم المرأة وتثقيفها، ولذلك وجدت العديد من النساء من يحظون ب كم كبير من العلم والمعرفة والتثقيف. إضافة إلى ذلك توجد العديد من المدارس المعنية بالخط وغيره من الأمور التي ساهمت بشكل كبير في الناحية العلمية في الدرعية. نعم. دكتور، يعني كل ما نجيب طار الماضي أول شيء يخطر على بالنا نسأل المناطق القديمة، الأحياء القديمة، المباني القديمة، واليوم لو نبغى نشوف يعني مدى أهمية وجود شواهد على مرحلة التأسيس في المملكة العربية السعودية، يعني لو نبغى نقول مثلا أول شيء نسأل عنه ونشوف وين منطقة الدرعية، حي طريف، قصر سلوى، هالأماكن قد إيش بقائها يعني مهم؟ من الطبيعي الحقيقة أنه بقائها مهم لتعريف الأجيال القادمة الحقيقة بالعمق التاريخي والحضاري للدولة. والمملكة اليوم الحقيقة تقوم بجهود كبيرة لإحياء التراث، والدرعية التاريخية اليوم تقوم بجهد جبار الحقيقة لإبراز هذا التاريخ وهذا العمق الحضاري والتاريخي للدولة. الدرعية تضم الحقيقة العديد من الآثار سواء فيما يتعلق في القصور أو ما يتعلق في المساجد أو ما يتعلق في دور العلم، وكل هذه الحقيقة تمثل يعني إرث تاريخي وثقافي، ولذلك أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وسمو ولي عهده الأمين عناية كبيرة وفائقة في الاهتمام بهذه الآثار لتعريف الحقيقة الأجيال القادمة بما لهم من آثار وبما لهم من تاريخ وإرث ثقافي متنوع. صحيح. أيضا يعني دكتور عرجت على موضوع تعليم المرأة في ذلك الحين، ولكن المرأة كانت أيضا في التاريخ وكانت موجودة
بجدة وبقوة وساهمت في بناء هذا الوطن. لو تكلمنا عن أبرز الشخصيات أو أبرز أعمال السيدات ومشاركة المرأة في هذه الحقبة. لا شك أن الحقيقة المرأة لم يقتصر دورها فقط داخل يعني داخل الأسوار وداخل المنزل، بل أنها ساهمت بجهد كبير الحقيقة في مراحل متعددة، وخلال سواء في فترة التأسيس أو المراحل اللاحقة. العديد من النساء الحقيقة اشتهرنا بدور بطولي وشجاع في العديد من مناطق المملكة، سواء منها من استقبلت الضيوف، ومنها من قامت بدور كبير في الدفاع عن الدولة، وأيضا استقطاب المجندين السعوديين وإدخالهم في منازلهم، خصوصا عندما قدمت الحملات العثمانية على الدولة السعودية، فهناك أحد النساء في منطقة تروة كان لها دور كبير الحقيقة في ذلك، لأنها كانت تقوم بدعم القوات السعودية ولها دور كبير ومشرف، يعني بذلت الكثير من الأموال. أيضا النساء الأخريات الذين ساهموا في قضية مساندة أبناء الدولة في حروبهم أو في مواجهة الأعداء الذين قدموا للدولة، من شاعرات وغير مثل موضي الدهلوية في بلدة الراس التي يعني كانت تساند الحقيقة جنود الدولة بشعرها، وإضافة لذلك العديد من النساء الذين كانوا يقومون بخدمة قادة البلاد. نعم، أكيد حنا نشكر مداخلتك اليوم معنا دكتور محمد سلامة، يعني وأكيد كل الكلام اللي قلته واللي ذكرته يحكي عن التاريخ، يحكي عن الماضي، تأخذنا لمشاعر مختلفة إلى جذور مختلفة. صحيح. وفي نفس الوقت أكيد خلينا نقول للمشاهدين إنه حنا مكملين.